في الفيديو ده هنوضح ازاي اعمل ورقة بحثية في تمبلت مجلة معينة باستخدام لاتك بطريقة سريعة جدا. احيانا بعض المجلات بتطلب ان المانوسكريبت تكون بصيغة اللاتك، ففي ناس بتعزف عن استخدام اللاتك، يقولك لسه هتعلم اللاتك عشان ابعت البيبر دي، ففي ناس بتاخدها من عصيرها كده، يقولك انا مش هبعت المجلة اللي طالب البحث او المانوسكريبت في صورة لاتك فايل. طب ازاي لو انا معرفش اي حاجة في اللاتك وفي مدة ربع ساعة هخلي المانسكريبت معمولة بلاتك وفي التمبلت اللي المجلة عايزاها؟ أول حاجة كده تعالوا على أي براوزر ونكتب overleaf، هتلاقي overleaf online latex editor. لو بتدخل على overleaf لأول مرة ومش عامل account هتعمل registration. بعد ما تسجل تقدر تعمل login على طول على overleaf. هنعمل login وهننشئ بروجكت جديد، نيو بروجكت. عايز بلانك بروجكت ولا اكزامبل بروجكت ولا ابلود بروجكت ولا عايز اكاديميك جورنال وبالتالي في تمبلتس جاهزه، او عايز تكتب كتاب او فورمال ليتر او هوم ورك اساينمنت، او عايز تعمل بوستر او تعد برزنتيشن او تحط الريزومي او السي في بتاعتك او الثيسس. تعالوا نختار اكاديميك جورنال، عايزين نعمل مانوسكريبت في تمبلت جورنال معين. اخترت اكاديميك جورنال، هيجيب لك هنا اكزامبلز على التمبلتس. ادي مجموعه من التمبلتس كتيره خالص على حسب المجله او دار النشر اللي انت هتبعت المانسكريبت لها. افترض ان انت هتبعت لمجله بتنشر في الالسفير، اختار الالسفير بقى. دي كلها تمبلتس للالسفير زي ما انت شايف اهو. تعالوا نختار اول واحده اللي هي وان كولم. طبعا مكتوب تحت ان دي Elsevier article template with different bibliography. الستايل بتاعه كتابه الريفرنس بتختلف من مجله للتانيه، وبالتالي التمبلت ده بيتيح ان الريفرنس ستايل اقدر اغيره سواء اي تريبل اي او هارفارد او شيكاغو او غيره. تعالوا نضغط عليها، قول open as template، هيفتح التمبلت. هنا بقى الصفحة مقسومة نصين، النص اللي على الشمال ده دي بقى برمجة اللاتك، النص اللي على اليمين ده بريفيو للبي دي اف اللي هيطلع للبيبر. اقدر اعمل لها داونلود من هنا، داونلود بي دي اف. طيب انا مش متعلم برمجة في اللاتك، تقدر تتعلم اللي انت عايزه على حسب المطلوب. يعني لو بصيت نظرة سريعة هتلاقي الاوامر او الفانكشنز هنا بادئة بباك سلاش، وهتلاقي في حاجات مكتوبة كده باللون الأزرق قدامها علامة البرسنتج النسبة المئوية دي. دي معناها كومنت، تعليق، يعني مش داخل في البرمجة خالص. أي سطر عايز أخرجه بره البرمجة أحط العلامة دي قبل السطر ده، يعني ممكن تحط العلامة دي هنا. أصبح ده كومنت. أول حاجة باك سلاش بيجن دوكومنت، كده هبدأ دوكومنت جديدة. انزل كده تحت باك سلاش تايتل، واضح كلمة تايتل ده عنوان البيبر. بص كده على اليمين هتلاقي الموجود داخل الكيرل بريسز دي هو الموجود في التايتل. Elsevier، ادي كلمة Elsevier. باك سلاش لاتك، اتكتبت كلمة لاتك. تمبلت، ادي كلمة تمبلت. واضح ان كل الكلام ده هو مين؟ التايتل. يبقى كده تقدر تكتب التايتل هنا، او لو انت مثلا مجهز الملف بتاعك في وورد فايل تقدر تاخد كوبي بيست على طول. هاخد التايتل بتاع المانوسكريبت كوبي، واجي هنا في التايتل كل اللي بين القوسين دول هشيله واحطه بقى بيست، كنترول في. حطيت التايتل هتلاقي على اليمين ايه؟ مفيش حاجه اتغيرت. عشان التايتل هنا يظهر في البي دي اف لازم اعمل ريكومبايل. اضغط على ريكومبايل هتلاقي التايتل ظهر هنا على طول بنفس التنسيق بتاع التمبلت بتاع Elsevier. كده خلصنا التايتل. انزل تحت هتلاقي باك سلاش اوثر. من اسمها كده واضح انها بيقول لك ايه؟ دخل اسماء الاوثر. يبقى تحط في القوس هنا اسماء الاوثر. طبعا ده بعد الاكسبتنس. يبقى مش هكتب اسماء الاوثر. طبعا الاوثر والادرس بتاعه. يبقى خلي ده كله كومنت. كومنت ازاي؟ زي ما احنا عرفنا علامة النسبة المئوية دي. عملت ريكومبايل كده اسماء الاوثرز اختفت. بعد كده في البيبر في الابستراكت مكتوبه كلمه ابستراكت. كل اللي هتعمله تجيب الابستراكت كوبي اند بيست وتحطها هنا.
ادي الابستراكت كوبي، واجي في الخانه بتاعت بيجن ابستراكت، يبقى كده بدانا فقره الابستراكت. لو لاحظت هتلاقي اي حاجه فيها بيجن كانه لوب بقى، بيجن هتلاقي في اخرها الاند ابستراكت، فوق كان بيجن دوكيمنت هتلاقي في تحت خالص اند دوكيمنت. يبقى كده اقدر احط الابستراكت بسهوله، كنترول في. كده حطيت الابستراكت، اقول له ريكومبايل، هلاقي الابستراكت ظهرت هنا. ادي الابستراكت. بعد كده في الكي ووردز، بيجن كي ووردز تقدر تكتبهم او تاخدهم كوبي بيست وريكومبايل. ادي الكي ووردز. هتبص هنا في الفوتر هتلاقي ده بري برنت سبميتد تو واسم الجورنال، على اليمين هنا التاريخ بتاع النهارده. عايز تغير لتحت وتحط اسم الجورنال مفيش مشكله، هتدور عليها هتلاقيها موجوده فوق هنا، باك سلاش جورنال وبين القوسين هتلاقي نفس الكلمه موجوده تحت. تقدر تكتب اسم الجورنال وليكن مثلا جورنال اوف مانيفاكتشرنج بروسيسز، ريكومبايل، هتلاقيها ظهرت هنا. هننزل بقى لتحت نكمل بعد الابستراكت الكي ووردز. بعد كده بقى اول سيكشن بقى، السيكشنز اللي هي الهيدنجز. اول حاجه مكتوبه هنا بين القوسين المكتوب هنا هو السيكشن الاولاني واحد، يبقى احط اسم السيكشن الاولاني وليكن مثلا انترودكشن، ريكومبايل، هتلاقي كلمة انترودكشن كتبت هنا وسيكشن خالت رقم واحد، ترقيم اوتوماتيكالي. بعد كده بقى تجيب كل الكلام اللي انت عايز تحطه تحت الانترودكشن، تاخده كوبي او تكتبه. هناخد بقى لحد الريفرنسز، عشان الريفرنسز دي لها اسلوب معين في الكتابة في اللاتك. كوبي، ممكن ترقم الباراجرافز مفيش اي مشكلة خالص، او ممكن تشيلها. بيست، ريكومبايل، هتلاقي الحاجات اللي انت عايز تحطها في الانترودكشن. طيب انا عايز احط هنا الريفرنسز اللي هو كان ريفرنس من 1 ل 6. تعالوا كده نشوف ريفرنسز من 1 ل 6. الريفرنسز في اللاتك لها اسلوب معين في الكتابه. هتلاقي هنا باي ديفولت على الشمال الفايل اللي احنا شغالين فيه ده هو ده التمبلت. الريفرنسز بتتحط في فايل اسمه باي ديفولت ماي بيب فايل دوت بيب. الريفرنسز بتكون موجوده هنا، بيبدا ب ات اللي هو بحث منشور في مجله، يبقى ارتكل، والتايتل بتاعه يتكتب هنا، والجورنال اسم الجورنال، الفوليوم نمبر والبيجز والير والدي او اي لو عايز احط الدي او اي والاوثرز. طيب وانا هقعد اكتب كل الكلام ده لكل ريفرنس؟ الاجابه لا. امال هعمل ايه؟ افترض ان انا عايز اعمل سيتيشن للريفرنس ده، يكفي ان انت تعرف التايتل بتاع البيبر ده، فاخدها كوبي وروح بقى على جوجل سكولر بيست، ادي اسم البيبر اللي انا عايز ابحث عنها، ظهرت اهي منشوره في ساينس دايركت، ادي التايتل بتاعها والاوثرز والابستراكت. كل اللي انت هتعمله هتيجي هنا عند علامه السيتيشن دي الاقتباس واضغط عليها، هتلاقي الريفرنس معمول الاقتباس في اكتر من فورمات. هسيب الكلام ده كله واجي عندي بيبتك واضغط عليها، هيظهر لي الريفرنس مكتوب بلغه اللاتك. هعمل ايه؟ خد ده كوبي واطلع على الاوفر ليف واعمل بيست. كده انا حطيت الريفرنس بتاعي هنا، يتبقى ان انا اعمل له سايت اقتباس. ارجع بقى للمين فايل واشوف المكان اللي انا عايز اعمل فيه سايت. افترض ان انا عايز اعمل سايت في المكان ده، هعمل ايه؟ هقول له باك سلاش من الكيبورد، هتظهر بقى عندي كل الفانكشنز والاوامر دي. بعمل سايتيشن بكلمه سايت، هكتب سايت، ظهرت اي سايت، واختار بقى، كليك بقى على سايت، تظهر لك الريفرنسز الموجوده هنا عندك في الملف البيب فايل. تعالى كده ارجع للبيب فايل، شوف اسمه ايه. الاسم ده هو اللي انت هتحطه في كلمه سايت، ده المؤلف، سنه النشر 98، وجزء من التايتل. كل ما عليك ان انت تاخد ده كوبي او هيظهر لك على طول، لو كتبت اول حرف منه هيظهر لك.
يبقى كده انا اخترت الريفرنس ده. اعمل كده بقى ريكومبايل وشوف. ظهر هنا بقى ايه؟ ريفرنس رقم واحد. عايز تحط ريفرنس تاني مفيش اي مشكلة خالص. افترض عايز اعمل سايت للريفرنس ده من التايتل بتاعه، كوبي ويطلع على جوجل سكولر، بيست التايتل، سيرش، ظهر ادي البيبر، اقتباس بيبتك، وهاخد ده ايه كوبي واعمل بيست في ماي بيب فايل تحت ده، واقول له كنترول في، وارجع لي المين فايل باك سلاش، اضغط على سايت، يظهر لي بقى الريفرنسز. يعني واحد من دول هو مين ده، كليك عليه خلاص بقى اتحط اتضاف. عايز تحط كوما ريكومبايل تظهر لك الكوما، وحط بقى ايه بيريد اوف فول ستوب ريكومبايل. طيب الستايل بتاع الريفرنس ده ايه؟ اي تريبل اي. افترض المجله عايزه بقى ستايل تاني، هعمل ايه؟ ارجع فوق كده في اول الملف هتلاقي مكتوب ايه؟ Elsevier Bibliography Styles. هتلاقي فيه هارفارد، فانكوفر، فانكوفر اللي هو فيه النيم والير، الاي بي اي، الام اي، وهكذا. احنا مختارين الستايل بقى ده اللي هو فيه الريفرنس بيتكتب فيه براكت. افترض ان انا مش عايز الريفرنس ستايل ده، هخلي ده ككومنت، وابدا مثلا افعل بقى الاي بي اي ستايل اللي هو فيه الاوثر والير، اشيل بقى الكومنت واقول له ريكومبايل. هتلاقي طريقه السيتيشن اختلفت بقى، الاسم والسنه. نفس الكلام تحت في السكشن بتاع ريفرنسز اتكتبت بايه؟ الاي بي اي. واكمل بقى الانترودكشن بتاعتي وبقيه السكشنز بتاعت البيبر. هتكتب او تاخد كوبي اند بيست، بيست كنترول في، ريكومبايل، تظهر بقى ايه بقيه الانترودكشن. طيب افترض ان انا عايز احط صوره بقى، روح على المكان اللي انت عايز تحط فيه الصوره، هعمل ايه بقى؟ صوره فيجر. يبقى توقع ان اي امر بيبدا بالباك سلاش، يبقى هي كلمه فيجر. طب انا لو مش عارف، الليتك مخدوم جدا جدا على الانترنت، هاو تو انسيرت فيجر ان ليتك، ظهرت اول واحده. هيقول لك على طول تعمل ايه في الفيجرز. هتلاقي في الفيجر بيجين فيجر، بعد كده انت عايز الفيجر ده يبقى ايه سنتر لاين، واي فيجر ليه كابشن. بعد ما عرفت ازاي اعمل انسيرت للفيجر، تعالوا ننفذ باك سلاش بيجن فيجر. مجرد ما ضغطت بيجن فيجر هو هينزل باقي الحاجات، السنترنج لو عايز الفيجر ده في النص هنا، انكلود جرافيكس بقى الفيجر ده اسمه ايه وموجود فين، بعد كده الكابشن تحط الكابشن بين قوسين دول، ليبل لو عايز تحط ليبل ليه الفيجر ده، وي اند فيجر. يبقى كده المطلوب اسم الفيجر، الفيجر ده موجود فين، لازم اعمل له ابلود وبعد كده استدعيه. هنا عشان اعمل ابلود للفيجر هاجي هنا الاقي كلمه ابلود، عايز تعمل له ابلود من فين، اقول له سيلكت فروم يور كمبيوتر، موجود على الديسكتوب او اي مكان على الكمبيوتر، اسمه ايه فيجر واحد بقى. بعد الفيجر ما تحمل هتلاقيه موجود فين هنا على الشمال بنفس الاسم اللي انت حملته بيه، تقدر طبعا تغير الاسم. يبقى انا كل اللي هكتبه هنا في القوسين دول include graphics اسم الفيجر، اسمه ايه فيجر 1، تكتبه بنفس الاسم ظهر اهو، تقدر تضغط كليك. يبقى كده هو استدعى الفيجر. عشان اشوف الفيجر ريكومبايل، ادي الفيجر. طبعا ايه حجمه كبير، عايز اصغر الحجم. عشان اظبط حجم الصوره هاجي هنا في السطر بتاع include graphics، وبعد كلمه include graphics هفتح قوس مربع واقفله واكتب بداخله عرض الشكل او عرض الصوره وارتفاعها، هكتب كلمه width
العرض يساوي كذا سنتي كوما الهايت يساوي كذا سنتي. افترض عايزين نخلي الويدث 11 نص سنتي والهايت 12 سنتي، هنكتب ويدث تساوي 11 نص سنتي كوما هايت ايكوال 12 سنتيمتر، واقول له ريكومبايل. ادي بقى ايه الصوره في حجمها اللي انا دخلته هنا. عايز تغير في الحجم مفيش اي مشكله، افترض عايز اكبر العرض خليه 12 او حتى 13 واعمل ريكومبايل، هتلاقي العرض ايه زاد شويه. عايز تزود الهايت خليه 13 برضو مفيش اي مشكله خالص، ريكومبايل الهايت زاد بمقدار سنتي. تحت كلمة كابشن بقى حط الكابشن بقى بتاع الفيجر، تيجي هنا وتشيل كلمة كابشن وتحط الكابشن اللي انت عايزه. احط الكابشن بتاع الفيجر بالشكل ده واقول له ريكومبايل، هتلاقي الكابشن اتكتب هنا جنب كلمة فيجر 1. افترض خلصت سيكشن 1 ودخلت في سيكشن 2، تحط التايتل بتاع سيكشن 2 وليكن ميثودولوجي، وفي سيكشن 2 اللي هو الميثودولوجي ده عايز احط ايه تيبل برضو باك سلاش تيبل. ظهرت كلمه بيجين تيبل بقى، حتى لو انت غلطت هيجيب لك بيجين تيبل، تضغط بيجين تيبل، او لو مش عارف التيبل بيتكتب ازاي على طول جوجل ات هاو تو ميك تيبل يوزنج لاتين. ادي بيجين تيبل اهو سنترنج لو عايز التيبل ده متسنتر. وبعد كده الجدول نفسه بقى عايزه كام عمود وكام صف، دي بقى عدد الأعمدة. العلامة دي معناها خط فاصل بين عمودين، يبقى كده في عمودين، والعمودين دول كل عمود الكتابة فيها تكون متسنترة سي سنتر، وهنا سي سنتر. عدد بقى الصفوف هيبقى تحت، علامة أند دي بتفصل بين كل عمود والتاني، يعني أحط هنا رقم أو كلمة وهنا رقم او كلمة. تعالوا كده نحط العنصر الاول وليكن مثلا particle size، recompile هتلاقيه ظهر في السل الاولانية العمود الاول مع الصف الاول اهو. الخط ده زي ما قلت لكم هو الخط الفاصل بين العمودين دول. طيب عايز احط في السل التانية هنا كلمة velocity، واحط بقى قيمة particle size رقم مثلا 12، وقيمة الفلوستي برضو رقم وليكن مثلا 50، واقول له كده ريكومبايل، هتلاقي الرقمين اتكتبوا هنا. يبقى كده عندي تيبل فيه عمودين وصفين. طب عايز ازود، تعالى هنا ومن الكيبورد حط العلامة دي واكتب سي، وتعالى هنا حط بقى هتحط ايه بقى في السل التالتة، يبقى تحط علامة الاند دي وليكن مثلا انجل، وهنا احط بقى الرقم وليكن 75 ريكومبايل اتكتب الرقم. بعد كده بقى الكابشن بتاع التيبل وليكن مثلا كلمة بارامترز، هتتكتب على طول تحت التيبل تيبل 1 بارامترز. طب انا عايز احط الكابشن، يعني عادة التيبل الكابشن بتاعه بيكون فوق التيبل، بسيطة جدا، خد الكابشن دي كت واحطها بقى قبل التيبل. ادي الكابشن بقى فوق التيبل. بعد ما خلصت بقى كتابة البيبر حطيت كل التكست اللي انا عايز احطه والصور اللي انا عايز احطها والاكويشنز والتيبلز والريفرنسز بتاعتي، عايز انزل البي دي اف من هنا اقول له داونلود بي دي اف. ادي بقى البي دي اف في الصورة اللي انا عايزها بقى. يبقى كده المانسكريبت جاهزة في الستايل بتاع الـ Elsevier، ابعتها لي المجلة بالفورمات بتاعها.